انطلقت هذا الصباح جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، ويمكن القول أن أولا اللقاء بين المركزيات النقابة الثلاثة، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مر في جو يسوده التفاهم ويعني الإرادة الحسنة من كافة الأطراف، ووقع تبادل وجهات النظر وفي خصوص مختلف القضايا المطروحة، منها ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، وبالدرجة الأولى إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، ومنها بعض المطالب المتعلقة بحماية أو الحريات النقابية واحترام تشريع الشغل تشريع العمل، ومنها بعض المطالب ذات الطابع يعني النقابي الصرف كحماية القدرة الشرائية. لا شك أن هناك فيما خصوص النقطة الأولى ديال المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، الرئيس السائد هو الاتجاه إلى تكليف اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بإيجاد صيغة توافقية حول هذا الإصلاح، انطلاقا من المقترح الحكومي وانطلاقا من المقترحات التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واقتراحا كذلك من المذكرة التي قدمتها النقابات. ولكن أنا متفائل جدا أن سنتمكن إلى الوصول إلى حل توافقي بخصوص هذه القضايا، القضية يعني، ولا سيما أن النقابات حتى هي مقتنعة كثيرا بالطابع الاستعجالي ديال يعني هذا الإصلاح، نظرا لروحها الوطنية التي لا يمكن أن ينازعها في أحد. بخصوص النقاط الأخرى، سنتجه يعني نتجه إلى إما حوارات قطاعية أو حوارات موضوعاتية حسب المواضيع، مثلا ما يتعلق بتحسين المستوى يعني ديال العيش وديال الشغيلة، أو ما يتعلق بإشكالية ديال الحرية النقابية إلى غير ذلك، على أي يعني الأجواء جد مشجعة، ويمكن لا يمكن أن نكون متفائلين بخصوص يعني المآل ديال هذا الحوار الاجتماعي الذي عليه أن يكون يعني مسترسلا ومنتظما، في أولا لحماية الاستقرار الاجتماعي الذي يؤمن به الجميع، ولحماية كذلك بلادنا من كل يعني تهديد لهذا السلم الاجتماعي الذي يعتبر رأس مالا كبيرا، لأن بدون سلم اجتماعي لا يمكن يعني تشجيع الآلة الإنتاجية، ولا يمكن استقطاب رؤوس الأموال إما الوطنية أو الأجنبية. في الأخير يعني يمكن أن نهني أنفسنا على هذا الروح التي تسود في بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. بقي في مرحلة ثالثة أننا نفتح كذلك النقاش وهذا الحوار مع الممثلين ديال أرباب العمل، لأنك طرف أساسي في الإنتاج.